شو اللي مخليكي هيك متوترة؟ خايفة لأنك حتضلي معنا هون؟ شو عم تهدديني؟ أنا عم نبهك كوني عاقلة مشان ما توصلي للندم. سلطانة أنا ماني فريال، إلزمي حدودك. دستور جلالة السلطان سليمان. خديجة، مولاي بدعيلكن بالصحة والنصر على أعدائكم. آمين. تاركين شغلكن وقاعدين عم تحكوا مع بعض؟ يلا قوموا على شغلكن. سنبل آغا، تركيني روح على شغلي، ماني فاضيلة. سلطان رح يمر من هون ما هيك؟ أكيد رح يمر، كيف رح يروح بدون ما يودعك؟ والله ما كان ناقصني غيرك أنت. سنبل آغا، وين مختفي كل الوقت؟ أنا كنت عند عفيفة خانو، قالت لي قله لسنبل النصاب الأندبوري اللي ما بيسوى شي لا يترك شغله ويقعد يتمشور على كيفه، وإلا رح حاسبه وخليه يموت من الندم لأنه قليل مروة. والله لأصلك لسانك وارميلة الكلاب واحد جلعون. شو دخلني بهالموضوع؟ عفيفة خانم قالت لي وصل لك. خير شبكي؟ ممكن شوفه لمولاي السلطان؟ شش فيروزة، هلأ بيسمعوكي. لازم شوفه للسلطان قبل ما يسافر. ممنوع تشوفي، مولاي السلطان عم بيودع العيلة. ديري بالك على جهانجير منيح، على طول بدي تبعتي لي رسائل وتطمنيني على صحته. طبعا مولاي السلطان، وانا بدي كمان عطول تكتب لي رسائل مشان انبسط شوي، لانه هالقصر بدونك ما بيسوى شي. الله يوفقنا. هيام استني. فيروزة خانو عم تطلب تشوفه لمولاي. مستحيل هالشي. أنا والله هيك قلت لها، بس هي مصرة إلا بدها تشوفه. مولاي. عفيفة خانو، الحرم لك حيكون بأمانتك، لا تسمحي لهم يساووا مشاكل. كون مطمن يا مولاي السلطان. عفيفة خانو. تفضل مولاي. جيبي فيروزة، حابب اني اشوفها. يا ريتك يا سلطانة خديجة تركتيها لفريال وما قتلتيها. فريال دفعت تمن تجاوزها. هي ما ساوت هالخطأ لحالها، وغير هيك هالطفل شو ذنبه لحتى تقتليه يا سلطانة؟ الولد يا هيام ولد ميت. بتمنى يكون هيك، وإن شاء الله بس تشرحي له للباشا يصدق إنك مو أنتي يلي قتلتي له عشيقته وابنه الصغير كمان. سلطانة تركيها تروح، لا تخليها توترك أبدا.
انت شو عم تساوي هون؟ مولاي انا هاي من البنات اللي بنطفوا الجناح يا مولاي. وين فيروزة؟ مولاي نادية تعالي معي. مولاي ليش عم ترجفي؟ كنت خايفة تروح يا مولاي قبل ما أقدر أشوفك وودعك، لهيك جسمي كله عم يرجف. جيت ودعك قبل ما أمشي. أنا رح روح على أرض بعيدة بيقولوا لها بلاد العجم. خد قلبي معك يا مولاي، رح يحرسك لترجع وشوفك بخير. بتمنى تخلي معك دايما. شو بيساوي؟ بيصون حبنا وبيحافظ عليه وبيحميك من أي شر ممكن تواجهه وبيعطيك قوة مشان ترجع لي بالسلامة. يا أيتها الأسرار المخفية بكل روح، يا أيتها الشمعة في كل قلب مكسور، يا أيها الجناح السري لعصفور كسر له جناح، يا صورتي الحقيقية ويا معنى وجودي، يا سلطانتي أقول كلام عشق وأذوب به حتى آخر قطرة، أقول إن العشق يوحد القلوب، قلبي محطم وجوانحي مكسورة، أطير لبعيد، أطير لبعيد بعيون معمية وأذان طرشة، وعشقك هو خلاصي الوحيد. أليس العشق هو الذي ينزل المطر ويحول المياه لغيوم والغيوم لمياه ويجعلها تلتقي مع الأرض وتسكن في كل بذرة وتنشئ منها الحياة؟ أليس لقاء العشاق كما اختلاط التراب ببعضه البعض عندما تلتقي مع حبات المطر؟ يا حبيبتي، يا سلطانتي، إن المياه تحب أن تمتزج بحبات التراب كما أحب أن أمتزج بك. النيران الحارقة لا تؤثر فينا، ولا حتى البراكين تستطيع ذلك. حتى لو تبخرت المياه سوف تعلو إلى السماء وتصبر، لأنها تعلم أن الوقت سوف يعيدها إلى الأرض. تهب الرياح ويبرق البرق وتبكي السماء وتلتقي المياه مع حبها مرة أخرى، والكون يرافق عودة العشاق. يا معنى وجودي، يا حبيبتي، يا سلطانتي، أقول كلام عشق
وأذوب به حتى آخر قطرة. أقول إن العشق يوحد القلوب. سلطان، شوفي شو اللي عم بيصير هون. لك الله لا يوفق. بعد انت وياها يا اخوات. تعالوا لعندي بسرعه، تعالوا روحوا نزلوها من فوق. يلا عجلوا. فيروزة يلا روحي، اوعك تبيني على حدا. هذا كله بسببي. قلتلك تحركي. اليوم انا كنت رح احكي لها واشرح لها عن كل شيء. كانوا لازم يقتلوني الي مو نادية. خلص اسكتي، هالحكي ما في فايدة منه. حضرتك وعدتيني، مو قلتي لي رح تحميها؟
شوفي شو اللي صاير. كيف بتفوتي لهون بهي الطريقة؟ هيام قدرت تقتلها لنادية. لقوها بنص المهجعة وهي مشنوقة. شو اللي بيأكد انه هيام اللي عملتها؟ في عندكم دليل ضده؟ إلا ما يكون في شهود على هالموضوع. معقول نتهمها للسلطانة بدون شهود حقيقيين؟ أنت هلأ وكيل السلطنة وبتمثل جلالة السلطان بغيابه. أنت فيك تعمل اللي بدك إياه. ست الكل، مولاي السلطان ما صدقنا أنا وياكي حتى وقت اللي هيام سممتني. هلأ بده يصدقني؟ إضافة أنه أنا ما عندي أي صلاحيات بتخص الحرملك تبعه. سلطانة، حذرتك أكثر من مرة بس أنت مصرة تساوي اللي براسك. إذا أنت قصدك عن الجارية نادية، أنا ما إلي أي علاقة بموتها لأنه الجارية انتحرت. لا ما انتحرت، والغريب أنه كل الحرملك كانوا نايمين وخاصة اللي كانوا عم يحموها للبنت. يمكن بيكونوا أكلين شي شغلة فيها منوم. أنت ورا القصة مو هيك؟ معقول يا سلطانة؟ أنا ما بعمل هيك شي. سلطانة هلأ بتطلعي من جناحي؟ هذا قصر السلطان وما فيك تقلعيني منه. عفيفة خانم، أوامرك يا سلطانة. عرفي لي من عمل هالشي وبعتي له مكتوب للسلطان بالشي اللي صار. ما عندك أي إثبات بهالشي؟ صدقيني ما له لزوم، بكفيني يعرف شو صار، ما بدي أكتر. لا تفرحي كونك خلصتي من هديك الجاري. نادية راحت بس حيجي غير. ليكون في أخبار سيئة من الباشا؟ لا، الباشا منيح. سمعت إنه فاتحين تبريز. الباشا قدر يثبت مرة تانية إنه الرجل المناسب ليقود جيوش هالدولة. سلطانة طولي بالك، حيرجعوا عن قريب وحيكونوا منتصرين. حابب اعترف لك بشغلي، انا بغار منكم وبتمنى اني اقدر اعيش قصة حب بتشبه قصتكم انتي والباشا. مصطفى انا عندي شغل كتير، عن اذنك. سلطانة فيروزة، كيفو جيهانجير؟ شو نام؟ نام مولاتي السلطانة، صار أحسن. تعي لعندي. شكراً كتير، بفضلك تحسنت صحة ابني. سلطانة، شوفي سنبل، اجت الضيفة يلي كنتي عم تستنيها. ممتاز، وهلأ اجا وقت نروح نشوف سلطانتنا خديجة.
شو في يا سلطانة؟ ليكون مشان المكتوب، معناته أكيد مزعلك بشي. عم بيقلي إنه لساته بيحبني. مو لازم تشكي بهالموضوع أبداً، فريال كانت مجرد نزوة مو أكتر. لا تذكروا لي اسمها. صحيح، جروح الماضي ما بتفيد حدا بنوب. سلطانة صدقيني رح تفرحوا مرة تانية. سكروا هالموضوع بقى. سلطانة أنا رح آكل بالحديقة الخاصة، صحة وهنا. مولاتي السلطانة، شو عم بتساوي؟ شو اللي جابك لهون؟ فهميني. أنا اللي جبتها يا سلطانة، بعتولي خبر إنه وضع لهالمرة صعب كتير، فشفت إنه مساعدتها كتير ضرورية، حطيتها جارية عندي لأنه خدمتنا بالماضي. هاي المرة مين بتكون؟ هاي الست فريال، كانت جارية هون بالقصر، بعد فترة صارت المسؤولة عن الخزنة. هاي المرة لازم تروح من القصر فورا يا هيام. ليش لحتى تطلع؟ تعرفي لشو؟ لأن فريال معاقبة، وأنا شخصياً أمرت بطردها من القصر. قلعتها. حلو والله. عقوبتها انتهت من اليوم، أنا بدي إياها. سنبول آغا، أمرك يا سلطانة. سجلتوها شي لفريال بدفتر الحرم ليك؟ سجلتها بناء على أوامرك سلطانة. هالشي ما بيصير يا سلطانة، فريال مطرودة من هون. هذا الحرم لك أنا بس المسؤولة عنه، إضافة لهالشي لا تنسوا اللي حاولت تساويه فاطمة، رغم إنه كل اللي بالقصر بيعرفوا إنها حاولت تقتلني ولساتها موجودة. سلطانة ما تحكي لك شي كلمة وسكتيها. طلعوا لبرا فورا، الكل يطلع. قلت الكل